مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. أن تحاول خلق منافسة وطنية باتجاه التميز، أن تجمع المؤسسات الحكومية والخاصة في ميدان واحد ليكون السباق باتجاه الإبداع، أن تحفز القطاعات ليكون اسمها هو الأعلى، فذلك عمل وطني حقيقي جدير به الاهتمام والعناية والضوء. هذا ما فعلته جائزة الملك عبد العزيز للجودة التي أخذت من اسم المؤسس جوهرا لها ومن مرحلة الرؤية وقودا لفكرتها، وظلت على امتداد 4 مواسم تزرع ثقافة الجودة بين جهات الوطن. وكل من يغرس وعيا أنيقا كهذا علينا أن نقول له شكرا. كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 26 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية فائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة. هذا وتعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين. كما تعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، وتقدم الجائزة معايير محددة تمكن المنشآت من قياس أدائها في عدة مجالات رئيسية تساعدها على تحسين الأعمال بصورة مستمرة لتحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه الأهداف. الحمد لله فاز 26 منشأة، 50% منها من القطاع الحكومي، 42% من القطاع الخاص، و 8% من القطاع الغير ربحي ومؤسسات المجتمع المدني. يمكنكم لاحظتوا أنه في هذه الدورة أطلقنا الجائزة والتنافس عليها القطاع الحكومي، والحمد لله فاز في هذه الجائزة مجموعة من الجهات الحكومية اللي نفخر فيها. هذا يعكس تطبيق هذه الجهات لنموذج التميز المؤسسي الذي ترعاه الجائزة، وهو نموذج الوطني للتميز المؤسسي، وبالتالي بإذن الله سينعكس إيجابا على جودة الخدمات ورقي الخدمات التي تقدمها هذه الجهات. هذه الجائزة تعتبر جائزة مهمة جدا، لأنها تضع وتؤطر العمل المؤسسي بطرق وبأدوات قياس واضحة، وأعتقد أن المنشآت الحكومية في حاجة ماسة لمثل هذا التوجه، بالذات في ظل الرؤية 2030 لنستطيع أن نعمل بشكل مؤسسي وكذلك يكون هناك ريادة في الأعمال في منشآتنا الحكومية بإذن الله. هذا وتهدف الجائزة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني، نظير ما تحققه من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية. أريد أن أنوه فقط قبل أن أرحب بضيفي بأن هذه الجائزة كانت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومثل ما شاهدتم كانت بحضور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. اسمحوا لي أرحب بضيفي هنا في الاستديو الدكتور زبن الثبيتي، وهو الرئيس التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة. دكتور زبن حياك الله معنا في أهلا، ونبارك لكم نجاح الجائزة وحفل الجائزة. شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور. يعني احنا انتم في الجائزة الكل يعني التفاصيل الجائزة، ولكن كثير من المشاهدين والمشاهدات اللي ما كانوا على قرب من الجائزة ربما يعني لا يعرفون الجائزة بمواسمها الأربع، كيف تقدم الجائزة للجماهير اليوم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا جزيلا على الاستضافة في هذا البرنامج الرائع حقيقة والحيوي. جائزة الملك عبد العزيز للجودة في هذه الأيام تعيش عرس التميز والاحتفاء بالمنشآت الوطنية، القطاع الحكومي والقطاع الخاص والغير ربحي.
فأنهينا الحمد لله قبل أمس حفل تكريم هذه المنشآت برعاية خادم الحرمين الشريفين. فالمنافسة تمت خلال عامين كاملين من التحضير ومن الإعداد ومن التجهيز ومن التقييم، قطفنا ثمارها بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الجميلة. جميل. وبالتالي إذا كنت تتكلم على القطاعات، فالقطاع الحكومي هو مكون أساسي ورئيسي، والقطاع الخاص هو أساسا كان مستمر معنا في الدورات السابقة، والحكومي يدخل لأول مرة. القطاع الحكومي يدخل لأول مرة، ولكن كان الدخول هذه المرة دخول قوي بقوة. نعم. جميل. جائزة الملك عبد العزيز للجودة، عن أي جودة تبحثون في الجائزة؟ الجائزة هي منذ أسست في عام 1420 سميت جائزة الملك عبد العزيز للجودة، تمثل الوطن، وفي نفس الوقت هي تخدم مجال الجودة. نطاق عملها هو التميز المؤسسي. طبعا كلمة جودة هي عالميا، الجوائز العالمية، هناك بعض الجوائز العالمية ومن أبرزها الأمريكي وغيرها والياباني، هي اسمها جائزة جودة، ولكن لما تأتي للتفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه الجائزة وطبيعة عملها وآلية تقييمها والمعايير، فهي تميز مؤسسي وليس فقط جودة، لأنه الجودة هي إحدى المكونات الرئيسية لما نسميه بالتميز المؤسسي. جميل. تميز المؤسسة يكون في خدمات المؤسسة في الداخل ولا خدمات المؤسسة للمتلقي للمواطن؟ في الواقع إذا بنتكلم على الجودة على وجه الخصوص، الجودة هي تبدأ من الداخل. أي شيء يبدأ من الداخل هو سينعكس بالدرجة الأولى على المتلقي الخدمة. فكل ما كانت هناك عمليات جيدة، كل ما كان هناك قيادة جيدة، تخطيط استراتيجي جيد، كل ما كان هناك عاملين جيدين يعملون بشكل جيد، بالتالي سينعكس على جميل. الخدمة. كيف يتم الترشح للجائزة؟ الترشح للجائزة هي كل عامين، تعقد كل عامين، لأنه هناك الكثير من الإعداد والتجهيز والتحضير لهذه الجائزة. فقط الاستعداد لها يحتاج إلى وقت. الترشيح ابتداء للدورة الرئيسية للجائزة هو يتم من خلال أول شيء قياس مستوى جاهزية هذا القطاع. لا يعني وهذه المنشأة. اللي أقصد دكتور إذا تسمح لي بعد إذنك، أنه هل الجهة هي اللي تقدم على الجائزة، ولا أنتم لجنة في الجائزة تختار جهات معينة وترشحها للجائزة؟ الجائزة هي منذ انطلاقتها هي جائزة اختيارية. كل من يرغب التقدم لها هو يتقدم، ولكن ليس كل من يتقدم للجائزة يقبل للمنافسة. يجب أن يكون هناك حد أدنى، لأن الآن نتكلم على تميز مؤسسي وعلى جائزة التميز، فبالتالي المنشآت التي لا زالت في بداية الطريق ليس لديها بعض الممارسات، بعض الأنظمة، الجودة، تونا نتكلم عن الجودة، إذا ما عندها أصلا مفاهيم الجودة وأنظمة الجودة، هي إلى الآن ليست جاهزة للانطلاق في رحلة التمييز المؤسسي، وإنما يجب أن تبدأ بخطوات أساسية وخطوات مهمة لتأسيس أنظمة الجودة ابتداء ثم تنطلق. صحيح أن التميز المؤسسي هو رحلة طويلة تبدأ من الصفر، ولكن إذا أتينا على مستوى المنافسة فالمنافسة يجب أن يكون هناك حد أدنى معين، وإلا في هذه الحالة سيتقدم على الجائزة مئات والمئات من المنشآت. طيب المعايير اللي توضع للجائزة مين اللي وضعها؟ المعايير الجائزة دشنت في 2050، هي الجائزة منذ أن انطلقت لديها معايير، ولكن في 2015 دشنت الجائزة ما سميناه نموذج التميز المؤسسي الوطني، على اعتبار أنه يمثل جائزة الملك عبد العزيز الجودة، وفي نفس الوقت هو إطار وطني للتميز المؤسسي وممارسات التميز المؤسسي. وعند إعداد هذا النموذج نحن درسنا أكثر من 5 نماذج على مستوى العالم، حتى تكون المملكة العربية السعودية هي تمثل هويتها وتنطلق من بيئتها الأساسية وقدراتها الرئيسية، وفي نفس الوقت هي تحاكي النماذج العالمية للتميز المؤسسي. فخرج من هذا النموذج الوطني للتميز المؤسسي اللي الآن نحن نقيم هذه المنشآت عليه. طيب جميل. يعني بشوية صراحة، وأنا أعرف رحابة صدرك، هل هنالك جهات حكومية كثير مثلا قدمت على الجائزة وخرجت من البداية أو لم تنطبق عليها معايير الجودة؟ أول ما أعلن المنافسة عن الجائزة تقدم أكثر من 300 منشأة. جميل. ما بين حكومي وخاص، ما بين حكومي وخاص وغير ربحي، ومن خلال عمليات الفلترة والاستمرار في قياس الجاهزية. حقيقة في بعض المنشآت لم تقبل،
في المرحلة الأولى من البداية. أي من البداية. المرحلة الثانية هي المرحلة المحك الرئيسي الأساسي، هو محك التقييم. فمن خلال عمليات التقييم لهذه المنشآت في بعض القطاعات الحكومية خرجت أساسا من المنافسة. أساسا من البداية. من المنافسة. أشكر شجاعتك في هذا. أي صحيح. تقدر تسمينا دكتور؟ إحنا الجائزة وسياسة الجائزة وتركيز الجائزة هو يركز على دعم ممارسات التميز المؤسسي التي تدفع باتجاه الرقي والريادة والتقدم وبدء رحلة التميز. فلذلك في التميز لا يوجد شيء اسمه أبيض وأسود أو ناجح وغير ناجح. حتى المنشآت على فكرة اللي لم تعلن كمنشآت فائزة هي وصلها تقرير في نقاط قوة وفي فرص تحسين. لذلك الشيء اللي نؤمن فيه، أي منشأة في الواقع هي لديها نقاط قوة ولديها فرص تحسين. كل ما كانت فرص التحسين هذه تتعلق بالبنية التحتية، بالأمور الأساسية، الأنظمة، القدرات المؤسسية الرئيسية، كل ما كانت تحتاج للمزيد من الجهد. جميل. فلذلك لا نقدر نسمي ولا صعب؟ لا في الواقع لا نستطيع أن نقول أنه من أخفق في تحقيق حد أدنى للفوز أنه خاسر، لأنه قد يكون بين هذا الذي لم يحقق الحد الأدنى ومن حقق الحد الأدنى بسيط. وفاز قد يكون الفرق بسيط. فلذلك هذا الذي لم يفوز عنده فرصة العام القادم أنه يتقدم، واحتمال لأنه قد تكون عدم إعلاني فائز في هذه الدورة قد يكون بالنسبة لي حافز أني أتقدم المرة القادمة، وقد يكون الجهد أيضا مضاعف. المرة الأخيرة ممكن نعلن أسماء ولا لا؟ الجائزة حقيقة ملتزمة بكافة المعلومات السرية حتى للمنشآت اللي فازت. تقارير، حتى التقارير اللي ترسل للمنشآت هي في غاية السرية. جميل جدا. احنا كجائزة موقعين على سرية، مقيمين اللي يتعاملون مع الجائزة أيضا موقعين على سرية. طيب أنا بقبل دبلوماسياتك العالية هذه وبسألك، هل مثلا اللي خرج من المنافسة في البداية هل كان لقلة جودة مثلا هذه المؤسسات أم لصعوبة المعايير اللي وضعتها الجائزة؟ معايير التمييز المؤسسي هي في الواقع عالمية المستوى، وطنية الإعداد، فهي تعتبر شاملة لكل عناصر المنشأة، لكل ما يتعلق بالأداء المؤسسي داخل هذه المنشأة. فهذا الإطار لا يترك لا شاردة ولا واردة داخل هذه المنشأة إلا وتمر عليها عجلة التقييم. فبالتالي لما احنا نقيم عادة المنشآت في 8 معايير رئيسية، معايير نذكرها على السريع. معايير رئيسية: معيار القيادة، القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والموارد والشركات والموارد البشرية وإدارة العمليات والمنتجات والخدمات، هذه على مستوى القدرات المؤسسية، على مستوى الممكنات. على مستوى النتائج هناك نتائج مستفيدين ونتائج موارد بشرية ونتائج الأداء الرئيسية، بمعنى أنه العجلة تتحرك من خلال التأسيس هذه الأنظمة بشكل جيد، ثم يعني علاقة سبب ونتيجة. يعني عادة لا تتحقق النتائج إلا من خلال وجود أنظمة متميزة. وأنتم تقيسون هذا التميز خلال سنتين داخل المؤسسة؟ خلال السنتين هي في الواقع هي عملية إعداد واستعداد لتقديم ملف المنشأة للجائزة. فهذه الفترة هي فترة تقييم ذاتي للمنشأة، تقيم نفسها، تعرف نقاط القوة وفرص التحسين الموجود عندها، تعمل على فرص التحسين من خلال خطط للتطوير. ومن ثم إذا أتت فترة التقييم للجائزة هي تأتي في فترة محددة وتقيم هذه المنشأة على مستوى الأداء الموجود، ثم تكمل المسيرة معها. جميل. وبالمناسبة قد يعني لا أذيع سر، في الدورة الخامسة إن شاء الله لدينا بعض التعديلات على هذه المنهجية اللي تستغرق قرابة سنتين، لأنه من خلال استطلاع على نتائج الدورة الخامسة وجدنا أن هناك فرص تحسين حتى للجائزة نفسها، أنها تستطيع أن تعمل مع المنشآت بطريقة أخرى، من خلالها نستطيع أن نقف بجوار المنشآت التي تريد الآن أن تشترك في الجائزة. جميل. هل يمكن أن نرى، يعني بستغل اللي باقي لي من الوقت، هل يمكن أن نرى جائزة تميز للأفراد أو قسم أو فرع للأفراد مع الوقت؟ الجائزة إلى الآن لم تتوجه إلى الأفراد، وإنما ركزت جهدها كله على الأداء المؤسسي، على اعتبار
انه الافراد هم واحد من المعايير الرئيسيه للجائزه، وهو الافراد وهو الموارد البشريه. فبالتالي حبينا انه الجائزه تاخذ كل الزخم والدفع باتجاه هذه الرحله في كل المكونات وليس في مكون طيب واحد. جميل، اذا تسمح لي بقرا لك تصريح لامين عام الجائزه سعد القصبي، يقول فيه: حرصنا أن نكون منظومة مؤسسية واضحة المعالم، وقد بدأنا بتمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على حمل الراية بتقييم الدورات القادمة. أبا أوقف عند تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة. أنتم الآن جالسين تؤهلون أشخاص سعوديين أنه هم يديرون العملية تقييميا كاملة من الـ A to Z؟ تصريح معالي الدكتور سعد القصبي أمين عام الجائزة صحيح وفي محله، وهو بالنسبة لنا يعتبر من أهم الركائز والأهداف الأساسية. التميز المؤسسي وأي مبادرة تتعلق برحلة التميز هي يجب أن ترتكز على الأفراد وعلى الكفاءات الوطنية. فعندنا محور التقييم الخارجي من خلال الجائزة، تأهيل المقيمين. لدينا الآن أكثر من 600 مقيم داخلي معتمد في 11 مدينة على مستوى السعوديين على مستوى المملكة. هؤلاء هم سفراء التميز. على مستوى القطاعات التي شاركت معنا 40 منشأة شاركت خلال الدورة الرابعة، ونتوقع أنه خلال عملية الاشتراك التي استمرت لمدة لا تقل عن سنة ونصف إلى سنتين، أن هناك الكثير من الكفاءات داخل هذه المنشآت تعرضوا لهذه المراحل وهذه العملية بشكل تام. ولدينا أيضا إن شاء الله في الدورة الخامسة، وهذا اليوم أعلناه في الملتقى، أنه سيكون عندنا برنامج متخصص لتأهيل الكوادر الوطنية داخل المنشآت الوطنية، معني بتأهيل متخصصين في مجال التميز المؤسسي، لأنه الرحلة رحلة طويلة لها بداية وليس لها نهاية، ولكن في النهاية تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الكوادر البشرية الوطنية اللي من خلالها إن شاء الله تستمر هذه الرحلة لتحقيق كل النتائج المرجوة. جميل. قبل برضو ما أختم يعني لقائي معك، أبقرا لك يعني أحد الأهداف اللي أعلنها الرئيس التنفيذي للجائزة الدكتور زبن الثبيتي، أنه من ضمن الأهداف إكمال المنظومة الرقمية للتميز المؤسسي. متى تتوقع أن تنتقل مؤسساتنا إلى المنظومة الرقمية بشكل متكامل؟ الشيء اللي احنا تكلمنا عنه اليوم في الملتقى كمنظومة رقمية لإدارة عملية التميز داخل المنشآت، 20% يخدم الجائزة وأهداف الجائزة وعمليات التقييم. نطمح أن يكون 80% من جهدنا موجه نحو تمكين جميع المنشآت التي تريد أن تبدأ رحلة التميز في استخدام أدوات تقنية ومنظومة تقنية تساعدها في بدء رحلة التميز وتقييمها وقياسها وتطويرها واستدامتها، كله من خلال الأسلوب التقني اللي بيساعدها. لأنه العملية أحيانا قد يكون فيها جهد، نريد أن نستثمر الجهد فيما هو مفيد وليس فيما هو غير ذلك. جميل. عادة لما يكون في عندنا عمليات قد تتطلب وجود وثائق، وجود ورق، وجود متابعات، وجود نتائج معينة، فهذا احنا قدمنا هذه الخدمة للمنشآت بحيث انها تكون آلية بشكل كامل. جميل. اخيرا بنعم او لا دكتور، المسؤول داخل المؤسسة هو مطلع على كل ما هو فيها. اليوم من خلال اطلاعكم على الأداء المؤسسي للمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، هل ما يدور داخل المؤسسات مطمئن للمواطن ولا مقلق؟ نعم ولا لا؟ حقيقة الجائزة هي ليست إلا مكمل ومكون. أنا ما أتكلم عن الجائزة، أتكلم عن الأداء اللي شفتوه. هو أنا بتكلم لك من منظور الجائزة. إيه؟ الجائزة هي مكون ومكمل لهذه المسيرة. الآن المملكة تعيش مرحلة تطور وقفزات كبيرة جدا في ظل رؤية 2030. الجائزة هي تستثمر هذا الجهد وتدعم من خلال تخصصها الأساسي وهو بناء القدرات المؤسسية. جميل دكتور زبن، شكرا جزيلا لك ولحضوركم في أهلا، وبالتوفيق لكم في الجائزة إن شاء الله. مثل ما يعني تابعنا جائزة الملك عبد العزيز للجودة، أولا يجب أن نقول شكرا لكل القائمين على هذه الجائزة، لأننا بحق
الحق نحتاج مثل هذه الجائزة. وعلى الصعيد الشخصي كوجهة نظر يعني أتمنى أن يكون لدينا أكثر من جائزة للتميز في داخل الوطن، لأن هذه المرحلة هي مرحلة الفرز، مرحلة الجودة، مرحلة الإبداع اللي نحتاجها في كل منظوماتنا ومؤسساتنا الحكومية. شكرا للقائمين على هذه الجائزة، شكرا لكل من يقدم لهذا الوطن عمل يعني يستحق أن نقول له شكرا ويتماشى ويتواكب مع المرحلة اللي نعيشها اليوم واللي تتقدم على كافة الأصعدة. مكملين معكم في أهلا بعد الفاصل.